الطريق الدولي في محافظة الديوانية، الطريق مسدود إلى إشعار آخر. شنو الإشعار الآخر؟ هو تحقيق جميع مطالب الشعب والشارع العراقي، وفي الأيام القادمة سيكون لنا تصعيد آخر وأقوى إن شاء الله. سلمي. السيارة هاي فارغة؟ على الحكومة، عارف كل شيء، ما غير دور الجمعية، ما يتعلق بالقطع، عارف كل شيء، 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 عارف ك